السلام عليكم. في البداية أود أن أشكر جريدة 24 اللي هي كتساندنا دائما ومشكورة من هذا المنبر هذا بصفتنا كأمين لقطاع سيارة الأجرة الصنف الأول بإقليم سطات وكاتب إقليمي للهيئة الوطنية التجمعية ورئيس الجمعية تجديد العهد الملاكين ومستغلين سائقين سيارة الأجرة الصنف الأول بمدينة سطات. اليوم بهذا اليوم هذا بغينا نوضح للرأي العام بما وصلنا بالأمس كنسمعوا باللي جمعية جود حطت الرحال بمدينة سطات من أجل تزويد بعض السائقين بالقفة. مشكورة من هذا المنبر على هذه الاجتهادات، هذه الجمعية هذه مشكورة، كنشكروها الله يكثر خيرها. وهذا عمل خيري إنساني كنشكروها عليه. غير هو التوضيح فقط، بحكم أننا لامين ديال الطاكسيات وكاتب إقليمي، حنا المسؤولين الأولين في هذا الإقليم على هذا القطاع هذا. سبق لنا أننا راسلنا السيد المنسق جمعية جود بطريقة ديال السيد المنسق حوالي تقريبا شي 110 ديال القفات، مع العلم أننا حنا واحد الشريحة كثيرة اللي هما بعض السائقين اللي هما كان اللي حنا مسؤولين بالصفة ديال الأمين اللي حوالي 1000 سائق تقريبا. ولكن السيد المنسق ارتئينا قال لك غير شي 110 اللي غادي تستافد، عطيناه هاد ال 110 هذه وتسنينا عده مرات باننا غادي نكونوا من الناس المستفيدين من هاد القفه، الا وهي كتبوء بالفشل. على السيد المنسق كنسمعوا بانه جات هاد الاعانه واستافدوا منها ناس اخرين. اليوم حنا جينا باش نوضحوا للراي العام وعلى الرده ديال السيد المنسق بانه كيقول باللي استفدنا من واحد 30 قفه وبالحضور ديال الرفيق ديالي. الرفيق ديالي راه ماشي الرفيق ديالي، راه كاتب عام محلي للصنف الاول في شخص حسن شحشي، وبحضور ديالو اليوم معنا، هو معنا اليوم بشحمو لحمو سي حسن. سي حسن تا هو بصفته ككاتب عام محلي سبق لي انه راسل المنسق بواحد العدد ديال 110 وتا هو تسنى باش يستافد من هذه القفه، ولكن للاسف ما كاين حتى شي حاجه منها. حنا اليوم كنناشدوا كنطلبوا بالنسبه لهذا المنسق انه يكون منسق اللي هو في المستوى، لحقاش بهذه الطريقه ديال التسيير ديالو راه ما كتبشرش بالخير في هذا الحزب هذا. واش منسق سد عليك التليفون كتصوني ليه؟ ماشي بالنسبه للقفه غير النقطه التي افاضت الكاس، حنا كنهضروا على التسيير بحضور جمال الدين بقار. عده مرات كنعيط ليه بحكم انني في الكتابه الاقليميه للهيئه الوطنيه نكون طاكسي معاه في حزب واحد، يعني على واحد بعض المشاكل وما ما كيجاوب الساد عليا التليفون بلوكينا. اليوم حنا كنطالبوا يعني بالاقاله ديال هذا المنسق. الواقع هو هذا باش يمشي هذا الحزب يعني باش يبان على تكون واحد الصوره جميله جدا ويكون التواصل يكون مع العدد ديال الجمعيات وديال الناس المسؤولين في هذا القطاع هذا. نحن نطالب بجمعية جود أن توقع أو تمضي شراكة مع قطاع سيارة الأجرة بإقليم سطات، بحكم أننا بصفتنا كأمين لقطاع سيارة الأجرة منتخب من طرف السائقين، والعدد والكم ديالو هو تقريبا حوالي 1000 سائق بما يربو على 1000 سائق. نناشد من هذا المنبر هذا بجمعية جود أن توقع أو تمضي معنا شراكة وشكرا. السلام عليكم، بصفتي كاتب محلي للهيئة التجمعية وكاتب عام لجمعية جديد العهد، كنشكر قناة 24 على الالتفاتة. واللي كنبغي نشير ليه هو أننا كسائقين مهنيين ما استفدناش من الدعم ديال القفة الرمادانية، ذلك أننا نسقنا مع سيد المنسق باش نوافيه بواحد العدد اللي هو 100 باش يقدم لنا المساعدة، إلا أننا لم نتوصل بشيء. وكما كتعرفوا أن السائق المهني كيعيش واحد الوضعية بسبب التوقف ديالو لمدة
3 اشهر، لهذا كنناشدوا في صفه جمعيه جود باش تلتفت لنا وتساعدنا على هذه المحنه ديال السائقين. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.